إذن بإقامة القداس الإلهي للقديس نيكولاوس أقيمت صلوات وقداديس ومسيرات شموع طافت شوارع مدينة بيت جالة طالبين السلام ووقف الحرب في غزة. ترأس القداس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، والمطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، والمطارنة وحشد من الأباء الأجلاء، وبحضور اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس وممثلو المؤسسات والقادة الكشفيين والشخصيات وبحضور أهل المدينة فقط. أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد القديس نيكولاوس شفيع المدينة تخلله كلمة غبطة البطريرك الذي تحدث عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتمنى السلام ووقف نزيف الدماء. احتفال كبير في بيت جالة حيث أن هذا القديس هو شفيع هذه الكنيسة، وبالطبع نحن في الأيام التي فيها نستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، نعيش آلاماً وأوجاعاً بسبب ما يحدث حالياً في غزة، ولكن وبالرغم من كل الآلام وبالرغم من كل الأحزان لن نفقد الأمل والرجاء، وسنبقى نصلي، نحن أبناء الرجاء، وسنبقى نصلي من أجل أن تتوقف الحرب، من أجل أن يسود السلام، ومن أجل أن ينعم إنسان هذه المنطقة بالحرية والكرامة والسلام. بنحب في هذا اليوم نبعث رسالة محبة وسلام، لأن القديس نيكولاوس يمثل الأب الحنون للأطفال والعائلات المستورة في كل العالم، ونحن في هذا الوضع في أزمة اقتصادية وأزمة روحانية وأزمة أيضا وطنية، بنقول إنه الرب يسوع المسيح هو دائما الذي يشدد القلوب، وشفعاه مثل القديس نيكولاوس يعطي الأمل في وجوده رفاته معنا حتى يعطينا دفعة روحانية. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى مغارة القديس نيكولاوس التي عاش فيها والتي تقع أسفل الكنيسة، حيث يتم تقديم النذور فيها وإضاءة الشموع، ومن ثم انطلقت المسيرة لإعطاء البركة الختمية للجميع. هذه السنة بتصادف علينا آلام لأنه منطقتنا في الأرض المقدسة فلسطين عم تمرك في حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة الوضع في غزة وفي كل فلسطين عامة، لأنه هذا الشيء مش غريب، لأنه عيد القديس نيكولاوس هو قريب على عيد الميلاد، لأنه حدث ميلاد ربنا مخلصنا يسوع المسيح لما ولد اضطربت كل أورشليم أيضا، فدائما يعني هذا الإشي مش غريب على الأرض المقدسة، إنه دائما بنشهد في أغلب المرات هناك اضطرابات بتكون في هذه الأرض المقدسة. القديس نيكولاوس هو شفيع المدينة وحميها في الحروب والأوقات الصعبة، ويطلق عليه أيضا سانتا كلوز، فهو أبو الفقراء وشفيع المرضى والمتألمين، ويطلق عليه أيضا بالقديس العجائبي. فيا أيها الأب نيكولاوس رئيس الكهنة البار، إن ثمر فضائل شجاعتك قد أبهج قلوب المؤمنين،
فالآن بما أنك كللت بالإكليل الذي لا يذبل، تشفع من أجل نفوسنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس نيقلاوس بيت جالة.